انا افتكر انت ساعتها كلمتني وقلت لي ان تحس ان النادي الاهلي مختلف مختلف في كل حاجه. هو النادي الاهلي مختلف بكل امانه، ان انت يعني لا في حاجه كده في دخلتك للنادي، يعني يكفي ان انا اقول لك ان انا بعد اسبوع خدت بطوله، خدت السوبر المصري. يمكن انا اول مباراه كانت ليا نادي الزمالك في بطوله افريقيا، ويمكن انا كنت احتياطي ونزلت لعبت نص ساعه. الماتش التاني اهلي وزمالك في السوبر المصري، السوبر اوكي وانا لعبت المباراه دي كامله وكسبناها 2-1. فيعني يكفي، انا بقول لك نادي بتدخل اسبوع بتاخد بطوله، يعني دي ما بتحصلش في حتت كتير. بيتسو موسيماني بقاله 8 شهور خد 5 بطولات منهم 2 افريقيا، وممكن تاخد بطولات في حتة تانية، بس بالاستمرارية دي او بالعدد ده لا. يعني اظن يعني اسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل ده. يعني اسم النادي الاهلي، ما يعني شوف، يعني انت جبت موسيماني مثلا والجيل الحالي، ان انت تحقق بطولتين افريقيا ورا بعض مش اي حد يعملها. ده يعني يرجع في الاول والاخر طبعا اللعيبه والمدرب والاداره وكل الكلام ده، بس اسم النادي الاهلي هو اللي بيحطك في الحته دي. يعني اسم النادي الاهلي نفسه هو كده كده موجود. يعني هو اللي ممكن يعمل الحاجات دي. انديه تانية ممكن تاخد بطوله بس تقعد عليها فتره 10 سنين ولا حاجه، انما الاستمراريه دي ان هي بطولتين وممكن بتفكر كمان في الثالثه اللي بعدها، لا ده النادي الاهلي. فهو مختلف، لا مختلف ان انت بيجي لك احساس ان انت مطالب ببطوله. انت الناس بعد ما الاهلي خد البطوله وتعادل المباراه بس البنك الاهلي الدنيا هاجت، لان انت مش نادي بيحقق بطوله وخلاص الموضوع انتهى بقى وهنقعد بقى نعيش عليها مده كبيره. لا،